النهارده العيد ال71 عيد الفلاح، طبعا ده تاريخ عزيز جدا جدا على قلوب كتير جدا من المصريين، سواء اللي عصروا هذا القانون، قانون الاصلاح الزراعي، وطبعا هذا القانون المهم 178 لسنه 52 وقانون الاصلاح الزراعي اللي اصدره الرئيس جمال عبد الناصر، وكان واحد من اهم القرارات بعد ثورة يوليو، تحديدا كان يوم 9 سبتمبر. ومن اليوم ده وكل سنة مصر بتحتفل بعيد الفلاح أو بيوم الفلاح المصري. السنة دي خصوصا الحقيقة في أكتر من شيء يسعد الفلاح المصري، سواء ما يتعلق بكارت الفلاح، المعاش التأميني الشهري لصغار المزارعين، فكرة المشروع القومي مثلا للغذاء الخاص بإنشاء 100,000 صوبة زراعية. دي كلها أمور هي في النهاية بتساعد الفلاح أنه هو يقدر يشتغل، يقدر أنه هو يتوسع في المحاصيل بتاعته، يقدر كمان فكرة الأسمدة وتوفير الأسمدة ودعم الأسمدة، 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، كل دي يعني أفاق جديدة بتفتح أمام المزارع وأمام الفلاح المصري. شريحة مهمة جداً من المجتمع المصري، كلنا لو دورنا هنلاقي ان احنا لينا جذور ريفية وهنلازم نتشبث بجذورنا الريفية، لان ده واحد من اهم مكونات المجتمع المصري وجزء اصيل هم اهلنا في الريف، اللي لهم منا كل التحية وكل التقدير، وكل سنة وكل مزارع في مصر وكل فلاح في مصر بخير. من داخل محافظة بني سويف لنحتفل مع الفلاح المصري بعيده والذي خصصته الدولة المصرية احتفالا بهذا الفلاح الباهر الذي برع في مهنته عبر التاريخ. تحتفل مصر في 9 سبتمبر بعيد الفلاح والذي يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي لعام 1952، وهو أيضا يوم إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتتبدل أحوال الفلاحين. بدعم السيد الرئيس اتعملت منظومة بتحمي الفلاح من استغلال التجار، وبتدعمه وبتحدد له سعر أدنى الدولة بتتحمل، لو نزل السعر عن السعر ده الدولة بتتحمله، فدي شجعت الفلاح على أنه يهتم بمحصول القط وبينتج إنتاج عالي، وحس فعلا بقيمته الفلاح، حس بنفسه وحس بقيمته وحس بالدخل، وبدا دخله يعلى، وبدا حتى العمال البساط بيستفيدوا. بقول للفلاح كل سنه وهو طيب، وكل سنه وهو بيتقدم شويه بشويه ودخله بيتحسن، وربنا يوفقه دايما ونشوف الخير دايما على ايده، ونوصل للاكتفاء الغذائي الكامل لمصر. ومن الصعيد للدلتا وبالتحديد من محافظة الشرقية، جات النهاردة كاميرا من مصر عشان تغطي احتفالية الخاصة بعيد الفلاح وتنقل مطالبها. الاهتمام بالفلاح دلوقتي أحسن من الفترة اللي فاتت كتير، وخاصة بالنسبة للأسعار. كان عندنا القمح مثلا بعناه ب 1500 جنيه الأردب، وكان وسيلة التوريد كانت سهلة وما كانش إجباري، وتوفر وطلعنا الأول الحمد لله على محافظة يعني على الجمهورية في توريد القمح. الحمد لله المحصول تمام والكيماوي تمام والمية تمام الحمد لله، غير السنين اللي فاتت المية حلوة، السنة دي غير السنين اللي فاتت ديت كانت مية شينة. حضرتك شايف الأراضي بتصرف، لا مؤاخذة جيت حشيش ورش وكماوي وكل ده على قلب الفلاح، والاخر برضك المحاصيل تبقى يعني هو اولا للرزق ربنا، واحنا بنعمل على قد ما نقدر، بس عايزين الاسعار تتعدل شويه.